الآن نتحول إلى الزميل أحمد البوديري وهذه النافذة من القدس المحتلة. إليك أحمد. السلام عليكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة من مدينة القدس. في ملف اليوم سوف نتحدث عن قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هو التهجير القسري ليس من غزة ولكن من الضفة الغربية، والقضية الثانية هي التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين الموجودين في غزة إلى الخارج إلى دول أوروبية كما يقترح بذلك عدد من أعضاء الكنيسة بل وأيضا وزير المالية. في الملف الأول سوف نتحدث حول التهجير القسري من مناطق الضفة الغربية. حسب كل البيانات الخاصة بالمنظمات حقوق الإنسان فإن هذه العملية تتم بينما نحن نتحدث الآن. هنالك المئات من العائلات في مناطق الضفة الغربية شمالها وسطها وجنوبها التي يتم تهجيرها من مساكنها من قراها من التجمعات البدوية. هذا ليس جزء من الآلة الإعلامية التي يحاول الجانب الفلسطيني الحديث عنها، ولكن هذا الذي تم رصده من قبل منظمات حقوق الإنسان وعموما حتى الناشطين الذين باتوا أيضا بعيدين عن الميدان بعد اعتداء المستوطنين عليهم، وبالتالي لجأ الأهالي إلى الحديث مع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية لكي على الأقل يحصلوا على بعض الدعم، وهذا الذي حصل في منطقة جنوب الخليل. معنا هنا في الاستوديو كريم جبران وهو مدير البحث الميداني في مؤسسة بيت سلم الإسرائيلية. كريم، المشاهد لربما يعني في ذهنه التهجير القسري من قطاع غزة، الآن اليوم نحن نتحدث عن التهجير القسري في الضفة الغربية، اشرح لنا. بالتأكيد نتكلم عنه اليوم عن الضفة الغربية. منذ بداية العام كان في هناك إجراءات كثيرة من قبل الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي تجاه عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، من خلال يعني مع أنه استنفذ كل إجراءاته من عمليات هدم، عمليات مصادرة، منع من الخدمات، كل هذه القضايا استنفذها الجانب الإسرائيلي الرسمي ومحاكمه، لجؤوا إلى أسلوب جديد اللي هو المزارع الرعوية اللي قائمين عليها مجموعات من المستوطنين. هاي البؤر بيضعوها في مناطق قريبة من تجمعات رعوية فلسطينية، وهاي التجمعات بتبدأ بالضغط على المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات، من يعني تضييقات مستمرة، ما أدى لتهجير حوالي 6 تجمعات بالسابق خلال العام أو أكثر من 6 تجمعات. ولكن ما لوحظ أنه من بداية الحرب على قطاع غزة تم استغلال الانشغال الدولي والإعلامي فيما يحصل في قطاع غزة، وتم تكثيف الهجمات من قبل المستوطنين على التجمعات الفلسطينية اللي بتمتد من شمال غور الأردن وحتى جنوب جبل الخليل. العفو منك، ماذا يعني ذلك؟ يعني ما هي القيمة في موضوع تهجير بعض المزارع الرعوية؟ هاي القيمة اللي هي قيمة كبيرة جدا وكثير من الناس لا ينتبهوا لها. احنا نتكلم عن التجمعات الرعوية اللي هي بشكل أساسي الوجود الفلسطيني في داخل المنطقة سي. المنطقة سي بتشكل 60% مساحة الضفة الغربية. المنطقة سي فيها وجود سكاني قليل نسبيا، حوالي 300,000 ساكن فلسطيني أو مقيم فلسطيني فيها، طبعا أصحاب أراضي إضافة لتجمعات بدوية. إذا بتتذكر في صفقة ترامب كان في حديث كبير جدا بالفترات الماضية عن أنه في هناك مخططات إسرائيلية لضم منطقة سي. صحيح. وتوقف الحديث عن ذلك وتراجعت إسرائيل عن ذلك نتيجة ضغوطات دولية، وصار في عند العالم كأنه يعني تنفس صعداء أنه لا يوجد عملية ضم وإسرائيل غير ماضية في عملية الضم. الواقع أن الضم ماشي على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني ومن خلال محاولة إنهاء الوجود الفلسطيني في داخل هذه المناطق. مهم لنشرح للمشاهدين أيضا، يعني ليس كل الناس تفهم شو يعني منطقة سي. اتفاقية أوسلو خلقت واقع غريب إنه هنالك منطقة ألف وهي منطقة المدن الفلسطينية الرئيسية موجود السلطة الفلسطينية، منطقة باء هي منطقة مدنية إلى حد ما برعاية السلطة الفلسطينية، ولكن المنطقة جيم هي المنطقة الكبرى في منطقة الضفة الغربية مساحة جغرافية، وهذه كلها تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والعسكرية. ولكن حسب مبادرة ترامب أو مشروع ترامب أو فكرة ترامب بأن أن تتحول الجزء الشرقي من الضفة الغربية إلى جزء من المستوطن أو من الدولة الإسرائيلية وأيضا المستوطنات نفسها، وبالتالي الذي يتحدث عنه الأستاذ كريم هو عمليا يعني بأنه خطة ترامب التي رفضت دوليا الجانب الإسرائيلي بينفذها يا كريم. وهي مش بس خطة ترامب، يعني حتى مخططات الحكومات الإسرائيلية المتتالية
اعتمدت وتعاملت مع المنطقة سي كأنها منطقة إسرائيلية، كأنها منطقة لخدمة العنصر اليهودي فقط من دون الفلسطيني. ولازم نأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة سي هي الخزان الأراضي الأول لتوسع المنطقة ألف وباء، إضافة لأنه كل المقدرات الطبيعية للضفة الغربية هي موجودة في داخل المنطقة سي. فبالتالي إذا تم السيطرة على المنطقة سي تم يعني تحويل التجمعات الفلسطينية لكنتونات معزولة عن بعضها البعض، لا أفق، لا مستقبل لتطورها ولا نموها أصلا، ولا حتى تلبية الحاجة للنمو السكاني في داخل المنطقة. كريم، حدثنا عن وضع الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، ما الذي يجري الآن في مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها؟ هذا ما أنا ذهب إليه. بداية كما ذكرت أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة تم تكثيف الهجمات على التجمعات الفلسطينية من خلال عنف المستوطنين المتزايد، تدمير الممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، تهديد المواطنين الفلسطينيين بالسلاح، وتم استخدام السلاح في أكثر من موقع، وتم قتل أكثر من 7 مواطنين فلسطينيين برصاص المستوطنين. طبعا كل هذه الهجمات هي مغطاة ومدعومة من قبل الجيش الإسرائيلي في معظم هذه الهجمات، وحتى لو لم يكن في هناك تواجد للجيش، فإذا تواجد الجيش فيما بعد هو بيقوم بحماية المستوطنين وتذنيب الفلسطينيين اللي ممكن يقوموا بالدفاع عن نفسه. هاي السياسة وهاي الهجمات المتكررة على هاي التجمعات أدت لتهجير أكثر من 18 تجمع، بنتكلم عن أكثر من 1000 نسمة. حضرت قبل حوالي 10 أيام بتسلم في بيان لها وجهته تحديدا للهيئات الدبلوماسية أنه في هناك عملية تهجير قصري وهي جريمة حرب تحدث اليوم تحت غطاء حرب غزة. قبل أقل من أسبوع أيضا صدر بيان آخر من 30 منظمة إسرائيلية تكلم عن نفس الموضوع ودعا المجتمع الدولي لأخذ دور في حماية الوجود المدني في داخل المنطقة سي، ولكن طبعا لا يوجد أي جهد ولا أي صح. صار في حديث من قبل ترامب، من قبل بايدن، من قبل بعض صناع القرار في العالم حول عنف، وهذا هدف، ولكن يعني حقيقة لكي يعني نكون يعني صادقين في المسألة، بأنه الرئيس الأمريكي بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال له عليك أن تتصرف وليس أن تعدني بموضوع المستوطنين. وأنا اللي فهمه أيضا بأنه الجانب الأمريكي يتابع هذه المسألة، ولكن على الأرض هذا لا يحدث. على الأرض يعني هذا لا يحدث، كل كلام عبارة عن كلام سياسي عالي، ولكن بالمحتوى ما الذي يجري على الأرض؟ لأنه المطلوب ليس فقط الطلب من الجانب الإسرائيلي، ليس فقط إدانة الجانب الإسرائيلي، المطلوب يكون في إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولي. انتم لم تشعروا ان الشرطه مثلا تعتقل المستوطنين؟ لم نشعر، ولا برا، لا الفتره هاي ولا الفتره، ولا بتحمي المزارع ولا الفترات السابقه ولا الشوارع. اذا كان في هناك محاولات للحمايه فهي فقط على الكاميرات، وهي بشكل جهد بسيط جدا، ممكن يكون جهد فردي، ولكن كمنظومه هي تدعم المستوطنين بكل جهدهم، تدعم المستوطنين في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، وتغطي هذه الاعتداءات بشكل قانوني وعملي على الأرض. إحنا اليوم بموسم قطف الزيتون، هذا طبعا موسم قطف الزيتون عمره 6-7 آلاف سنة في الأرض الفلسطينية، في الأرض المقدسة. اليوم المفروض كانوا المزارعين من عدة أسابيع حياتهم، من حوالي 4-5 أسابيع بدأ الموسم. أنا اللي بعرف أنه في ناس لم تحصد موسم الزيتون، وهذا صحيح، نتيجة أنه كل المناطق حقول الزيتون المتواجدة في المناطق اللي فيها مستوطنات تم منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها. في كثير من المحلات تم مهاجمة المواطنين الفلسطينيين وسرقة الثمار منهم وسرقة المعدات اللي كانوا بيستخدموها في عملية جد الزيتون وقطاف الزيتون. في بلدة الساوية تم إطلاق النار على مواطن فلسطيني بينما كان يعني يجني بثمار الحقل، حقله الخاص فيه، وتم قتله من قبل مستوطن بلباس عسكري، وتبين انه جندي في اجازه، وتم والناس يعني خايفه، وتم يعني اطلاق سراحه، واعتبر دفاع عن النفس رغم انه هو اللي هاجم المزارع الفلسطيني في داخل ارضه. بالتالي صار في نوع من جو من الخوف، مصاحب هذا الجو بحملات التحريض الواسعه جدا من قبل اوساط اليمين. طب كما تحدثنا عن غزه بموضوع التهجير القسري اللي هو موضوع الجوع، يعني في غزه الوضع لسه اسوء بكثير، والقنابل والى اخره. فيصل الفايز على سبيل المثال وهو رئيس مجلس الأعيان الأردني تحدث اليوم مع الغد وقال بأنه نحن سوف نرفض التهجير القسري في مناطق الضفة الغربية. أنت من خبرتك هل تظن بأن موضوع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية في أذهان الإسرائيليين أم مجرد شعار؟ يعني عادة التفكير الإسرائيلي
برمي بشكل أو بآخر للحصول على أرض بدون سكان. هذا ما نلاحظه في القدس المحتلة على سبيل المثال، محاولة تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين من خلال إجراءات مختلفة في داخل المنطقة سي، التضييق على السكان هو الهدف منه إيش؟ وبالتالي الجواب الهدف منه ترحيل المواطنين الفلسطينيين. هل ممكن يكون ترحيل للمنطقة ألف وباء؟ هذا يعني لا أستطيع الجواب عليه. ترحيل الأردن على الأقل، على الأقل على الأقل لليوم الإشي اللي ظاهر إنك مؤسس حقوق إنسان إنه في هناك حملة منظمة مدعومة من قبل الدولة من أجل تحقيق مخططاتها من خلال ذراعها على الأرض اللي هو المستوطنين ومن خلال عنف المستوطنين. ما تم بخلال الأسابيع الماضية من إغلاقات على الشوارع، تضييق على المواطنين الفلسطينيين وعزل الضفة الغربية بشكل كامل عن بعضها البعض، تحويل المدن والقرى لكنتونات معزولة عن بعضها البعض، حتى الحركة بين منطقة ومنطقة أصبحت محفوفة بمخاطر على المواطنين الفلسطينيين. هذا جزء من يعني العقوبات الجماعية وجزء من التضييق على السكان الفلسطينيين في داخل هاي المنطقة. أخيراً إغلاق، أخيراً هل تظن بأن الجانب الإسرائيلي يحاول أن يستغل الأشهر المتبقية بهذه المعركة الدموية في غزة لتثبيت حقائق على الأرض في مناطق الضفة الغربية وإن كان بشكل صادم في مناطق الضفة الغربية؟ بالتأكيد، وهذا ما تم ذكره تحديدا في بيان بتسالم أنه بطريقة سافلة بتم استغلال الوضع في داخل قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف الدولة على الأرض. وعلى ذكر بتسالم أنتم بتواجهوا مشكلة؟ واستغلال ما يحصل في داخل غزة. أنتم بتواجهوا مشكلة؟ بالتأكيد، كل صوت بيعترض على الممارسات الإسرائيلية على الأرض، كل صوت بيحاول يوثق الانتهاكات ويظهرها بالعالم هو معرض للهجوم. بتسالم هي جزء من هذا المجتمع حقوق الإنسان، بتكلم عن الانتهاكات، فبالتالي في هناك حملات تحريض واسعة جدا ضد بتسالم، في هناك تهديدات على حياة زملائنا الإسرائيليين تحديدا. هاي منظومة بتحاول يعني تكرس منظومة الأبرتاد الإسرائيلية، منظومة السيطرة الكاملة اليهودية على المواطن الفلسطيني، وكل صوت ممكن يتكلم عن هاي المنظومة هو صوت معادي يعتبر للدولة، وهي مسألة غير حقيقية نتيجة انه نتكلم احنا عن ممارسات على الارض بتقوم فيها دولة اسرائيل، بتقوم فيها الاحتلال في داخل الضفة الغربية، والعنف هو وسيلة من هاي الوسائل اللي مورس ايضا من قبل الجيش الاسرائيلي. عدد الشهداء اللي سقطوا في الضفة الغربية تعدى 180 شهيد يوميا، في هناك قتلى جدد وضحايا جدد لعنف الجيش جبهة الإسرائيلي. جبهة الضفة الغربية كما هي جبهة غزة ولكن باختلاف الموازين. كريم جبران، شكرا جزيلا لك، يعني بلا شك إضافة